في شارع البلكاجي والناس طالعة من دورها كانت تنزل القضايا في الشوارع في البيوت. يعني في من أهل الشجاعية شافوا من أهل البلكاجي وأهل النزاز وأهل شارع بغداد يشوف ابنه مستشهد ويمشي ويظل ماشي فيه. فإحنا بدناش الدول العربية يطلعوا إلنا، إحنا هادينا قاعدين بننام هنا، فيش إلنا مأوى ولا إلنا فراش ولا في إلنا أي شيء. وإحنا ماشيين شفنا الدور بتتهدم، بيقع عليها الصواريخ.